السباحة عنصرا مهما في حياتنا الخاصة والعامة، ولا سيما ونحن في الصيف، وهذه المسابح التي تستقبل روادها كل يوم في ظاهرة وثقافة توجه بوصلة المجتمع الحضارية. هلا بالنسبة لرياضة السباحة، هي رياضة بتناسب جميع الفئات العمرية، حتى يعني نحن عندنا دورات بتبدأ من عمر الأشهر، تمام؟ وحتى السباحة كمان مفيدة بالنسبة للأطفال، يعني جميع الأعمار، وحتى بالنسبة لكبار السن. هي رياضة السباحة هي بتفيد بعلاج أمراض العمود الفقري، وكمان بتفيد بعلاج الإصابات المزمنة، تمام، والإصابات الرياضية، تمام. وبالنسبة كمان للحوامل، ابتداء من 4 أشهر بتقدر يعني الامرأة الحامل تمارس الرياضة، تمارس رياضة السباحة بشكل خصوصي يعني، تمام. فهي الحمد لله رياضة آمنة، وهي مثل ما حكينا احنا، هي رياضة كمان بتقوي عضلة القلب وبتنشط الدورة الدموية، فالحمد لله هي رياضة جدا مفيدة وما لها فصل معين انه صيف ولا شتاء. من هنا كانت للعوائل دورها وحضورها وإقبالها إلى هذه المسابح التي تسجل إقبالا في الصيف والشتاء، وذلك لما وجدتها هذه العوائل من مكان يؤمن للأطفال الرياضة والابتعاد عن الألعاب الإلكترونية. بالعطل دائما أجي، وبالشتاء همين، مو بس بالصيف، بالشتاء أجي دائما، على مود لا يعني جسمي يتشنج، وبالصيف من أروح المسبح ما أقدر أسبح. اللي خلاني يلتجئ انه انمي مهاره انه يلتجئ للرياضه، اول سبب انه حتى يعوف التليفون، لانه تدرين وقت العطله طويل والنهار ايضا، فاولادنا بالبيت قاعدين كلش متعلقين بالموبايلات وهاي الالعاب، فقلت اشوف شنو هوايته، كلش يحب السباحه وكره القدم. لم تقتصر السباحه وتعليمها اليوم على الاولاد في اعمار لهم القدره على ذلك، بل تعداها الى الرضع. لبرنامج صباح الخير يا عراق، فاتن عبد الرزاق، أربيل.